البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. اليوم جيت نشارككم هاد البلاطو ديال الدجاج. تنحتاجو لهاد العمل. هنايا عندنا قطعة زجاجية، هنا عندي 40 سنتيمتر على 30 سنتيمتر، ديتها لمول الدجاج، درت ليها هذاك تقبتها من هنا. من بعد عندنا هادو ديال اليديات، نديرهم هنا، خليتهم ارجنتي حيت العمل عندي هنايا ارجنتي. هنايا هادو خليتهم، غادي نديرو منهم رجيلات، غادي نديرهم رجيلات. هادو ديال بلاكارات تما وديال المجورة. تنحتاجو هنايا هاد قطعة من القماش، يعني شبكة. هنا عندي لصقة ديال الخشب، وهنا عندي فاشيون ديال سميتو في الفضي، وبونج. وهنا عندي باش نمسح الخل، باش نمسح القطعة الزجاجية ديالنا مع فيطة. اول حاجة تنضفو القطعة الزجاجية، تنديرو شوية الخل ونمسحو. صافي، هنا خديت هذه لصقة ديال الخشب، درتها هنايا. غادي ناخد بونجة اسفنجة، غادي نبقى نوضعها فوق الزجاجة. نحاولو نديرو غير شويه القليل من اللصقه هكا باش تلصق لينا دغيا، يعني تنشف، ما تاخدش الوقت، لان الا كثرنا من هاد اللصقه يعني تيبقى تطلب الوقت باش تنشف. تناخد القطعه ديال القماش، يعني هاد الشبكه، نحاول نلصقها فوق هاد القطعة الزجاجية. هنلصقها، ومن بعد غادي نقطو هداك الشي اللي شايط ليا من القماش. هنا الوجه ديال القماش او الشبكه درتو هو اللور من تحت، هذا الواجهه الخلفيه. صافي، نحاولوا نلصقوا مزيان بحال هكذا. دابا غادي ناخذ اللصقه ديالي، نحاول نديرها فوق القماش. لكن ما تخافوش، هاد اللصقة دغيا ملي تتنشف ما تتبقاش باينة، لأنها ترونسبارون.
هنكمل بهذا الشكل ونرجع معكم. بعد ما كملت اللصقة ديالي كنت عادي ندير هذا الفاشيون في هذا ارجنتي، وليت لقيت هذا البريون قلت سيميو ندير هذا البريون باش يجي هذا اللامع. غادي نديرو فوق هذه القطعة ديال القماش، هاد الشبكة باش يجي بغيون. هكا تنعطيو البلاطو ديالنا واحد الرونق واحد الرقي. بعد ما نشف لي العمل ديالي هما كي تتشوفوا، دابا غادي ناخذ هذا الورق اللاصق ونلصقو هنايا، غادي نديرو ليه بحال هكذا. صافي على بركة الله غادي نبدا نفتح هاد الورق اللاصق. نديرو غير بشوية بقاو غاديين غير بشويه بشويه. هكذا صافي، وداكشي فيه الزيت غادي نقطعو. هاد السيدة كلها هي غادي نقطعها. صافي بعد ما لصقت لها هو كي تيجي، دابا بقى لي ندير هاد اليديات مع الرجيلات بحال هكذا. بحال هاد الشكل ما ساليت اليديات ديالي، ها هما الرجيلات قديتهم. دابا بقى لي ندير هاد لي ستراس، هاد الشكل ديال لي ستراس. دابا غادي نلصق هاد لي ستراس في العمل ديالي.
غادي نديرو هنا هاد الجهه، غنلصقو ب 7000 صافي نبرك بحال هكذا. ندير بشويه بشويه حتى يلصق. نحاولوا نقادو هي تطل واحد شويه عاد تنشف و تلصق. نبقاو قابطين شويه هذا العمل ديالي بعد ما ساليتو. ها هو كي تيجي نتمنى يبان لكم، الى عجبكم ديروا ليا لايك، واللي ما اشترك في القناه يشترك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد وحصري من قناه ميري تيفي. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه.